السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. شيخنا ودي أسألكم عن العالم إسبيط النيلي وعن عقيدته بشكل عام وعن نظرته القصدية بتفسير القرآن الكريم بشكل خاص وعن بعض مؤلفاته منها الشهاب الثاقب في الإمامة، وكذلك لديه الكثير من المؤلفات والشهادة الثالثة وأصل الخلق والنظرية الأصولية، وخاصة بعد أن تبين لنا بعض علماء النجف منهم الحاليين يعارضونه أشد المعارضة، وللآن لم أعرف لماذا، ويمنعون حتى من تداول كتبه في النجف، فتبحث طويلا ولا تجدها أصلا إلا عن طريق النت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكر لكم هذا السؤال، تفضلوا سماحة الشيخ. شكرا للأخ السائل الكريم. نحن سبق وقلنا أن عالم إسبيط النيلي رجل في كلامه الصحيح والخطأ والغث والسمين، ولكن عموما يغلب عليه الضعف وعدم التخصص. منهجه عموما منهج ذوقي استحساني لا يمكن الالتفات إليه، أي بعبارة أخرى إنما يزعم أنه نظرية قصدية وما يزعم أنها أصول في فهم الكلام وفي استنباط الأحكام، هذه مشوبة بكثير من الاستحسان والذوق، لا أنها تعتمد على أساس رصين أو منهج قويم. نحن مثلا ضربنا في بعض دروسنا الأصولية مثالا وهو هذا المثال، جئنا به استطرادا آنذاك. له كتاب بعنوان البحث الأصولي بين الحكم العقلي للإنسان وحكم القرآن، كتاب نقدي لطرائق البحث الأصولي. هذا الكتاب لما تصفحته علمت بأن صاحبه غير متخصص بعلم الأصول، ضعيف فيه، ولذلك يوجه لهذا العلم ولأهله انتقادات مبنية على عدم الفهم، وكذلك مبنية على ضعفه أو على قصوره العلمي، لأنه من الخطأ أن ينبري المثقف، وهو مثقف، ينبري لنقد المتخصص. ليس كل مثقف حتى ولو كان بالثقافة الدينية قادر على أن ينتقد المتخصص بالعلم الديني، هنالك فرق. المهم، في كتابه هذا في المبحث الأول في تناقضات التعريف بعلم أصول الفقه جاء أولا بعبارة أراد أن يشكل عليها، العبارة لصاحب كتاب مفتاح الأصول إلى علم الأصول البهادلي تقول العبارة هكذا في تعريف علم الأصول والمائز بينه وبين علم الفقه، يقول صاحب ذلك الكتاب: واختص الفقه أخيرا بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ويطلق أيضا على مجموعة الأحكام الفرعية وإن لم تكن معلومة. هذا الآن كلام البهادلي. جاء عالم إسبيط النيلي أراد أن ينتقد هذا الكلام ويشكل عليه، فجاء بشيء مضحك يقول: أقول قوله واختص مناقض لقوله ويطلق، إذن فهو لم يخصص. هذا كلامه، ظن أن هنالك في التعريف لعلم الفقه تناقضا، لأنه قال اختص وثم قال ويطلق،
ويقول هذا إذن هو لم يخصص، إما تخصيص وإما إطلاق. وغاب عنه أن معنى واختص هنا ليس بمعنى التخصيص بل بمعنى الاختصاص. هنالك فرق بين التخصيص وبين الاختصاص. الذي أراده البهادلي هنا هو الاختصاص عن علم أصول الفقه، يعني علم الفقه يختص عن علم أصول الفقه ويتميز عنه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، بخلاف علم الأصول الذي هو قواعد وكليات. فإذا المراد هنا الاختصاص للتخصيص، حتى يقول هذا تناقض، إما أن تقول هنالك تخصيص وإما أن تقول هنالك إطلاق. ثم أساسا المشكلة الثانية عنده أنه ما يقابل الإطلاق هو ماذا؟ هو التقييد وليس التخصيص. ما يقابل التخصيص هو التعميم، عموم وخصوص، إطلاق وتقييد. أنا مثلا إذا قلت واختص وصف أهل العالم الأول بمن يجاهر بالبراءة، ويطلق أيضا على من يرى صحة منهجهم وإن لم يجاهر فعلا، هل في كلامي تناقض؟ نفس العبارة، قلت اختص وصف أهل العالم الأول بمن يجاهر بالبراءة، ويطلق أيضا أهل العالم الأول وهو الحق على من يرى صحة منهجهم، يعني يرى صحة المجاهرة بالبراءة فيها في هذا الزمان، وإن هو لم يجاهر فعلا، لم يتأتى له أن يمارس الجهر فعلا. لا يوجد تناقض في هذا الكلام، حتى يقال إما أن تخصص وإما أن تعمم، هو قال وإما أن تطلق، هذا هم غلط. فعموما هذا الشخص مبين يعني أنه رجل ضعيف، وما جاء به كثير فيه من الذوقيات والاستحسانات، وذلك لأنه ليس من أهل التخصص، فلا يمكن الالتفات إلى ما جاء به. نعم من حيث المعلومات مثلا، ففيما جاء به معلومات بعضها صحيح ولا بأس به. وكل كتاب في الدنيا بالمناسبة، كل كتاب في الدنيا، كل شخص في الدنيا لكلامه وجه من صحة أو شيء من صحة، لبعض كلامه شيء من الصحة ولبعض كلامه شيء من الخطأ أو من الباطل، يعني كل كتاب في الدنيا هكذا. فيمكن التعامل مع كتبه وما جاء به على هذا الأساس. أحسنتم سماحة الشيخ. وأيضا يمكن للسائل أن يرجع إلى الدرسين السادس والسابع من أصول الفقه، حيث تطرق سماحة الشيخ الحبيب إلى عالم صبيط النيلي.